شو تسوي المرجعية؟ حطية كل شيء ما تقدر تسوي. لحد بهيش أزمة وراح تنزل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. زين. وين الصوت؟ شو وقت؟ أنت شو وقت؟ يعني خنجر أبو قشرة؟ المنظام مك العدانة. المنظامكم أنا. إذا المكون راح وهذا تخص المذهب. تخص الدماء. توصل للدماء. يعني انزلقت باشر واحد أرعن حشاكته وسوى له مشكلة وقبب الفتنة ها من هذول اللي بالشارع أكوايا مكبسلين وينحسب مثل ما صارت الفتنة الطائفية من سواه نقربونتي المجاميع السوداء يروحون للشعلة يقتلون اثنين ويقتلون بالغزالية اثنين وذولا يصيحون السنة قتلون وذولا الغبران زين مو منطق تحمل المرجعية هذا الخلاف الشخصي حشر المرجعية في هذا الصراع السياسي ما يخدمها أنا عتبان زين أنا دقيق.